الحديث عن تداعيات سياسية على الأرض، البعض يتخوف أمنيا من حدوث يعني أمور أمنية على الأرض، ربما اغتيالات، ربما انفجارات، ربما حتى البعض تخوف من طيونة تانية. شوفي، بحالة الفوضى اللي أنت فيها، بحالة انهيار كل القطاعات والمؤسسات، بتصير كل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. حتى الآن الأمور مضبوطة، حتى الحركة بالشارع مقدور السيطرة عليها، حتى كل الضغط الذي يدفع بعض المجموعات للنزول إلى الشارع أيضا بعده السيطرة عليها أو التأثير فيها بعده ممكن، سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل الجيش. يعني بعد ما وصلنا لدرجة الانفجار الاجتماعي أو الذي سيتم تصويره وكأنه انفجار اجتماعي، بس نحن على الطريق. قديش طول الطريق، شو ممكن يواجهنا مطبات أكسيدونات على هذا الطريق، ما بعتقد أنه حدا عنده دفتر وبيقدر يقلك شو اللي راح يصير، ولكن بهذه الحالة حتما كل الأمور تكون مفتوحة على كل الاحتمالات. في خبر هلأ، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وذلك بناء على ما تحدث به، يقرر إخلاء سبيل كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت. هذا هو بناء على الاجتماع اللي حصل، وهذا بعتقد قلته أنا بأول الحلقة، أنه تحصل اجتماعات في العدلية هدفها الرد على قرارات البطار. هذا الرد سيكون بإخلاء سبيل، أوكي، لابد له أن يستكمل. إخلاء سبيل الموقوفين سيؤدي إلى تحرك من قبل أهالي الضحايا. يعني هلأ فينا نقول، البعض بالأمس كنت عم بقرأ عم بيقول أنه كما حصل بالسابق جيشين وحكومتين، اليوم وهون منروح على النظرية أنه الشخص المطالب به وحامل جواز سفر أمريكاني طلع. طيب هيدي شو تداعياتها هاي؟ أول شيء فوضى، تاني شيء برجع بقلك سيكون هناك حركة مضادة. إذا استكمل هذا القرار بقرار تنحية البطار أو تعيين قاضي رديف أو إيجاد أي اختلاق قضائي جديد، حتما البطار لن يسلم الملف وسيستمر الصدام القضائي، وهذا الصدام قد ينعكس بالشارع. أوكي. التوقعات، كنا عم نحكي قبل ما أقول هذا الخبر عن موضوع أنه كل شيء جائز طالما أنه نحن ما قادرين نحلل إذا ممكن نروح على صدام بالشارع يشبه ما حصل بالطيونة قبل نحو عام، أو حتى البعض تخوف من 7 أيار جديد، ولكن أيضا مصادر مقربة من حزب الله كانت عم تنفي أن يكون هناك استعداد لدى حزب الله أساسا أن ينزل إلى الشارع. رأيي بكل بساطة وبكل هدوء وعقل بارد، ليس من مصلحة حزب الله النزول إلى الشارع، وليس من مصلحة حزب الله العمل على تصعيد أو توتير الأمور، ولا يريد ذلك. هو يعتبر أن الحفاظ على الاستقرار هو أساس في هذه المرحلة لمجموعة أسباب: الواقع الداخلي داخل البيئة الشيعية وداخل المجتمع اللبناني ككل، الواقع السياسي، وإذا بدك بالمعنى الأبعد الاستراتيجي كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تشدد على مسألة الحفاظ على الاستقرار بلبنان، السعي إلى التحاور مع السعودية والتفاوض مع السعودية، وهذا انعكس بكلام أمين عام الحزب الذي دعا إلى الحوار وإلى وإلى وإلى، وقال لا تنتظروا الخارج لأنه برا المنطقة رايحة على تصعيد. حزب الله لا يريد لهذا التصعيد أن ينعكس في الداخل اللبناني. قراءة الحزب أن كل هذه الضغوط تهدف إلى استدراجه أو إلى الضغط، زيادة منسوب الضغط عليه، لذلك هو سيتعاطى مع مبدأ عدم التورط بهذا الأمر بالمرحلة الأولى. هلأ بتقولي لي بعدين تقلت الضغوط، نزلت الناس أكثر على الشارع، استشعر الحزب أنه في عملية واضحة مشابهة لما حصل ب 17 تشرين وسيستشعر أنه الأمور رح تفلت، لا، ساعتها ممكن يتحرك. تحدثت عن احتضان أمريكي وغربي لما قام به القاضي بطار، وقلت أنه هذا الأمر يجب التوقف عنده. كيف تقرأ هذا الاحتضان الغربي لما قام به القاضي بطار؟ خلينا نرجع للحظة تفجير المرفأ. بلحظة تفجير المرفأ والذي جاء بتوقيت أساسي على الصعيد اللبناني، نبذ عام للطبقة السياسية اللبنانية، بعد التفجير حضر الرئيس الفرنسي وفهمت زيارته فيما بعد بأنها إعادة تعويم للطبقة السياسية. ثلاث سنين لليوم لم تقم هذه الطبقة السياسية بأي إجراء، بأي إصلاح، لم ينجح الفرنسي بتمرير المبادرة أو بإنجاح المبادرة التي أطلقها، مش هيك؟
وبقيت الأمور متعسرة على مختلف الأصعدة. حتى لو تشكلت حكومة ولكن هذه الحكومة لم تستطع القيام بأي أمر. منذ فترة يسعى الفرنسيون إلى عقد تسوية خاصة بلبنان، لم تنجح حتى الآن لأسباب متعددة داخلية وخارجية. هل يمكن اعتبار ما يجري أنه في إطار زيادة الضغط على اللبنانيين لتقديم تنازلات، على الطبقة السياسية لإجبارها على الذهاب والتعاطي بجدية مع مقومات التسوية؟ طبعا هذا سؤال مشروع بالسياسة وهذا استنتاج. لا يعني ذلك أن كل ما يجري في لبنان هو مؤامرة، مش بالضرورة، لأنه أوقات أنت بتصنعي مؤامرتك بممارستك السياسية وهذا تبتكر الطبقة السياسية اللبنانية القيام به، تارة من خلال اللي عم بصير بقضية المصرف المركزي والمصارف، تارة بآلية التعاطي مع تحقيق بتفجير المرفأ، وطورا بتسعير الخطاب المذهبي والطائفي وإعادة الاستنفار.